في حاجات اكيد كلكم كنتوا بتسالوا عنها. الشناوي بيقول 3 اسابيع ممكن الاصابه، انا سالته كنت متعمد اساله، الاصابه كانت قبل الماتش اثناء الماتش، الكره اللي طلع فيها يعني كان ضربتها بالبوكس وخلصنا، بس يلا بقى الحمد لله. انت مصاب اضربها بالبوكس وخلص، لازم تمسكها الحمد لله. يعني موجود شريف اكرامي مع علي لطفي، عايز ابارك لطارق سليمان وعايز ابارك لعادل مصطفى، ان شاء الله يكون ليكوا دور في الفتره اللي جايه. عادل مصطفى كمان عنده طموحات كبيره جدا وشخصيه جميله جدا، انا اعرفه عن قرب، ان شاء الله يكون ليه دور في الفتره اللي جايه مع محمد يوسف. موقف صعب، كلنا لازم نكون متماسكين وكلنا لازم نكون حوالين النادي وحوالين اللعيبه، ان شاء الله ترجع الثقه بسرعه جدا في يوم مباراه المقاولين. مباراة صعبة هنتكلم فيها مع ضيوف الكرام بعد ما اقول لكم الاخبار بسرعة. خلاص احنا اتكلمنا على وليد سليمان واتكلمنا على كوليبالي واتكلمنا على الشناوي واتكلمنا على فتحي وهاني. كابتن حلمي طولان بعد التعادل مع الطلائع الجيش النهارده بيقول عقلية اللاعب المصري زي الموظف. تصريح غريب جدا بصراحة. النهارده تعادل 1-1 وكان كسبان، وتعادل 1-1 مع الاتحاد مع طلائع الجيش. قال في تصريح غريب جدا ان اللاعب المصري بعد ما بيجيب جول خلاص بقى عامل زي الموظف، بيشتغل ولما يعمل فلوس ينام في البيت. ده تصريح الكابتن حلمي طولان. يعني انا عايز اقول ان المدرب بيبقى ليه جزء كبير جدا من تفكير اللاعب وثقافته. يعني مش هحمل اللاعب، يعني انا بصراحه ما بحبش احمل اللاعب او الطبيعي او المنطق ان انا كمدرب انا اللي بتحكم في اللاعب. واتكلمت معاكم في الاول مش عايز اقعد اعيد في الكلام، انا كمدرب انا المسؤول عن كل حاجه، انا المسؤول عن ثقافه اللاعب، انا المسؤول عن ان انا اللعيب ابقى مركز معاه 90 دقيقه، انا المسؤول عن احماله التدريبيه وعن يعني. قال في انتقاده للاعبين في الدوري المصري، قال انا اللاعب لا يستطيع خوض مباراتين متتاليتين بنفس الاداء الجيد والقوة البدنية، معقدا ان سيسي وبناهيني ومجدي كانوا بعيدين عن مستواهم الفني في لقاء اليوم. ومين اللي بيدي اللعيب جرعاته البدنية ومين اللي بيديله الثقة في نفسه؟ مش عارف، يعني تصريح بصراحة يعني مش عارف. الكابتن طلعت يوسف بيقول كنت واثق من فوز المقصة على انبي، مباراة كانت مباراة شكلها اوروبي. هنتكلم فيها برضو مع ضيوفنا الكرام. وانتوي مهاجم خطير، انتوي بيحتل صدارة ترتيب هدافي أفارقة الدوري المصري بعد ثلاثية إنبي. أنتوي أحرز النهارده هاتريك. أنتوي كنت سامع حد بيقول إن هو مش هداف. طيب يلا نطلع فاصل عشان أتأخرت على ضيوف الكرام، عشان أسامة حسني بيفضل باصص لي من ورا الكاميرا كل مرة. نطلع بسرعة فاصل عشان نستقبل نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي، الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم والكابتن الكبير الكابتن حمادة صدقي والكابتن الكبير كابتن أسامة حسني. استنونا بعد هذا الفاصل.